بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال واختلف الناس في المقصود بالأمانة، والذي يغلب على الظن عندي أن المراد بها التكليف عموما. عرضها الله جل وعلا على السماوات والأرض والجبال، وقال جل وعلا فأبينا أي فامتنعنا أن يحملنها أي الأمانة، وأشفقنا منها أي أشفقنا أي أن السماوات والأرض والجبال أشفقنا من حملها. فقول الله جل وعلا فأشفقنا منها دليل على أن إيباءهم كان إشفاقا لا استكبارا، أن امتناعهم كان إشفاقا لا استكبارا، بخلاف ما مر معنا من أن إبليس فأبى واستكبر. فأبين أن يحملنها، ثم قال الله جل وعلا وحملها الإنسان أي أمانة التكليف. كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه، وهذا جنس الإنسان الكافر، ظلوما لنفسه جهولا بربه. الإنسان الكافر ظلوما لنفسه جهولا بمن؟ جهولا بربه. لما قلنا ظلوما لنفسه؟ لأنه يعجز أحد أن يظلم الله، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال الله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ذكر الله جل وعلا الطوائف الثلاثة، المنافقين وأهل الإشراك والمؤمنين، فحكم بالعذاب على أهل النفاق وعلى أهل الإشراك، وقدم أهل النفاق لأنه قال جل وعلا في سورة أخرى والقرآن يعضد بعضه بعضا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنفاق هذا كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر بعضهم الإيمان وهو يبطن الكفر، مع أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع قوله، لكن الهداية من الله. ثم لما ذكر أحوال أهل العذاب أردف بذكر أحوال أهل النعيم، فقال جل وعلا ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وتوبة الله على عبد تعني رحمة الله جل وعلا بذلك العبد وقبول عمله وعفو ذنبه ومحو زلله، وهذا كله من دلائل غفران الله جل وعلا لذلكم العبد ورحمته به. ولهذا قال الله وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما، وهما اسمان عظيمان لربنا تبارك اسمه وجل.